وبعد اللي شفناه كلنا على اليوتيوب واعلان جهاز الانفينكس نوت 10 برو، خلينا ناخد نظرة حيادية باللي عرفناه عن الجهاز حتى الان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. والله انا قلت خليني في التسريبات والحاجات اللي بتطبخ بدل من الحاجات اللي طبخت بالفعل وبتنزل، بس اللي حصل بخصوص اعلان جهاز الانفينكس نوت 10 برو خلاني لازم اتكلم، خصوصا واننا من الناس اللي استخدمت انفينكس في اول حياتها وتعاملت معاها بشكل كبير جدا والموبايل قعد معايا كتير. فخلينا ناخد نظره حياديه على الجهاز، لا نظلمه ولا نمجد فيه زياده عن اللزوم. طبعا هو مفيش حد بيستخدم اليوتيوب وما خدش باله من اللي حصل بخصوص الجهاز ده. الجهاز ده فجأة بقى فيه عنه فيديوهات كتيرة جدا مرة واحدة، حاجة كده تخض. والفيديوهات المفروض ان هي انطباعات اولية، لكن مش عارف هل هي انطباعات اولية حيادية ولا انطباعات اولية بتقول على المزايا بس في الوقت الحالي ولا نوعها ايه. وفي نفس الوقت مش عايزين برضو ان احنا نظلم الناس، لان محدش لحق استخدم الجهاز بالقدر الكافي، فبالتالي محدش يقدر يقول على جهاز حاجة بشكل نهائي او يقدر يقول على عيوب معينة، الا ان المتفق عليه في الفيديوهات دي ان كلهم كانوا بيقولوا رأيهم الايجابي في الجهاز او الانطباعات الاولية الايجابية في الجهاز. هل لان الجهاز ما فيهوش انطباعات سلبية، ولا لانهم ما لحقوش يشوفوها، ولا لانهم كانوا مركزين على المزايا، خصوصا وان الجهاز فعلا فيه مميزات كتيرة جدا. فخلينا كده بدون تأخير نتكلم على الجهاز بسرعة، ونقول على الحاجات اللي موجودة فيه، ونقول على العيوب والمميزات اللي ممكن تتكعبل فيها. وزي ما الفيديوهات اللي احنا شفناها كلها او اللي موجودة كلها عبارة عن انطباعات اولية، فالفيديو ده برضو عبارة عن انطباعات اولية، يحتمل انها تطلع صح بعد الاستخدام ويحتمل انها تطلع غلط. واكيد اهم حاجة لاي مستخدم ولكل المستخدمين انهم يلاقوا الجهاز اللي فيه كمية اوبشنز كتيرة جدا ويكون سعره مناسب. اول حاجة هنبدأ بيها هي واجهة الجهاز. الجهاز جاي باحدث اصدار من واجهة الاكس او اس، وده فيه ميزة وفيه عيب. بالنسبة للميزة، فالواجهة مليانة فيتشرات، وكلها فيتشرات حلوة جدا. فيتشرات بتديك امكانية انك تعمل كاستمايزنج او تقدر تعمل تخصيص لكل حاجة موجودة في الموبايل. وعلشان الكلام اللي جاي ممكن يخض شويتين، فخلينا نعدد بسرعة المميزات الجديدة اللي موجودة في واجهة الاكس او اس الخاصة بانفينكس. اول حاجة عندك هي السوشيال تيربو فور واتساب بيزنس، ودي من خلالها تقدر تعمل شوية حاجات كده لذيذة. عندك مثلا الفلاش لايت كولز، عندك الدي اي واي ايموجيز او ايموجيز على مزاجك، وعندك كمان البيك مود اللي تقدر منه انك تشوف الرسائل من غير علامة السين ما تظهر. تاني حاجة هي الفيديو رينج تون، ودي من خلال الواجهة على طول، مش محتاج تحملها اي تطبيق، بتقدر ببساطة انك تحط اي فيديو يكون في الفول سكرين لما اي حد يتصل بيك. تالت حاجة هي السمارت سكانر، وده تقدر تعمل بيه سكان لكيو ار كودز او لملفات او لصور عشان تتحول لوثائق، ده غير انك تقدر تشتغل بيه زي جوجل لينس بالظبط، تقدر تعمل بيه ترجمة لاكتر من 40 لغة. ورابع حاجة واللي من الحاجات الروشة جدا هي اليو بارتي، ودي تقدر من خلال تطبيق موجود عندك انك تربط لحد 6 موبايلات انفينكس وتشغل اي حاجة على 6 موبايلات مع بعض، بحيث ان الصوت يكون مشترك ما بين الستة. خامس حاجة واللي برضو روشة جدا هي البيلت ان ايمج كومبريسور او الام بيلت ايمج كومبريسور، هو باختصار انك تقدر تعمل كومبريس او ضغط للصور اللي موجودة، خصوصا لو انت شغلك بيعتمد ان يكون عندك صور كتير باستمرار، تقلل شوية من المساحة علشان من الموبايل بتاعك ما يتمليش مرة واحدة. سادس حاجة واللي برضو روشة جدا بالنسبة للناس اللي بتستخدم الموبايل مثلا وتبقى عايزة تطلب اكواد كتير علشان شحن او خلافه، فانت عندك حاجة اسمها الانستنت يو اس اس دي كودز، ودي باختصار انك بتدوس على النجمة علشان يظهر لك الكودز او اليو اس اس دي زي مثلا نجمة كذا كذا شباك، وتقدر تستخدمهم بسرعة. سابع حاجة واللي برضو من الحاجات الروشة جدا هي الاير سنسور كور ريسيفر، انت خلاص ما بقتش محتاج انك تعمل سوايب يمين او شمال ناحية العلامة الخضراء، بكل بساطة بترفع الموبايل على ودنك فيروح فاتح معاك المكالمة وتقدر تتكلم على طول. عاشر ميزة واللي ذكية برضو مع الجيمنج او مع الجيمز، وهي الماجيك باتون فور جيمنج، ودي باختصار انك بتقدر تحدد الفوليوم اب او الفوليوم داون اللي بيعلي صوت واللي بيوطي الصوت على اكشن معين جوه اللعبه، ودي نقدر نقول باختصار الهايلايتس او افضل واهم المميزات اللي موجوده في واجهه الاكس او اس الجديده. لكن للاسف زي ما قلنا هي ميزه وعيب. العيب في الموضوع ان كل ما الفيتشرز زادت في اي واجهه كل ما الواجهه بقت تقيله اكتر. ولا ننسى طبعا الاعلانات اللي موجوده في الواجهه زيها زي شاومي بالظبط، الا انك تقدر تقفلها من الاعدادات، وحتى الان مش عارفين هل حاجه زي كده مستقره ولا لا، لان اوقات كتير انت لما بتقفل الاعلانات بعد ما بيحصل تحديث مثلا او حاجه زي كده في لاج معين كده، انا واجهته اكتر من مره ان الجهاز معاك بتلاقيه راح مرجع الاعلانات تاني. لكن زي ما قلنا وبنعيد تاني، انت علشان يكون في مميزات في اي حاجه فالمميزات دي لازم هتزود من حجم الحاجه دي، وعلشان كده انفينكس حاولت تداوي الموضوع ده بانها تجيب رام كبيره جدا، وهي رام 8 جيجا، وفي اصدارات من السلسله بتيجي ب 6 جيجا رام. طبعا حاجه زي كده زي ما هي ميزه زي ما هي عيب. الميزه في الموضوع ان الرام كبيره جدا، فده يديك سلاسه في الاستخدام، الا اننا زي ما قلنا في اللي قبلها على طول
ان المساحة بتاعت الواجهة كبيرة جدا، الواجهة تكون تقيلة، فعلشان الواجهة تكون سموث او سلسة معاك فهي على الاقل هتاخد نص الرام. فنقدر نقول ان الجهاز بيجي الرام التمانية دي هترسى معاك على اربعة اربعة وشوية مثلا، حاجة زي كده. الا ان حاجة زي كده مش هنقول عليها سيئة، لان اربعة جيجا رام بالنسبة للجهاز ده فهي مش هتكون قليلة خالص. ده غير ان الواجهة اوقات لما انت هتقفل حاجات من الموجودة فيها او ممكن بعد تحديثات تلاقيها بتقل في الاستخدام، لان الواجهة ذكية في استخدامها للرام اللي موجودة. فبالتالي هو ده مش الاكيد ان هي تاخد 4 جيجا مثلا من الجهاز او تاخد نسبة كبيرة من الرام. وزي ما بنأكد برضو انك تبص لنص الكوباية المليان، ان الرام كبيرة جدا، فده هيخلي الواجهة اللي مليانة فيتشرات سهلة معاك وفي نفس الوقت معاك مساحة تتحرك فيها. خلصنا من الواجهة ومن الرام، ندخل على الشاشة. معروف عن انفينكس من زمان ان هي بتديلك شاشة كبيرة جدا، كل موبايلاتها تقريبا حتى الفئة الاقتصادية والفئة المتوسطة دايما بيكون فيها شاشة كبيرة. شاشة الجهاز 6.95 بوصة، يعني نقدر نعتبرها 7 بوصة، وتقدر برضو تقول عليها من اكبر الشاشات اللي ممكن تقابلها. الا ان كانت دايما مشكلة انفينكس ان الشاشة بتجيبها كبيرة وفي نفس الوقت جودتها ضعيفة، فما بتقدرش تعيش تجربة ممتعة قوي مع الشاشة الكبيرة طول ما جودتها قليلة. وهي حلت مشكلة زي كده مع الجهاز ده الانفينكس نوت 10 برو، ان الشاشة جاية فول اتش دي بلس، وتحديث كمان في الشاشة انها جاية بتردد 90 هرتز، وكمان تقدر تتحكم في الاعدادات انت عايز 90 هرتز تشتغل في حاجات وحاجات لا، ولا تفضل شغالة في كل حاجة. فنقدر نقول في الشاشة ان ما عليهاش اي مشكلة، وبرافو يا انفينكس حتى الان. ومن الشاشة ندخل على الحاجة اللي فعلا مفاجأة بالنسبة للجهاز ده، وهي المعالج. الجهاز جاي بمعالج فعلا مفاجأة، وهو الميديا تيك هيليو جي 95. المعالج ده نقدر نقول عليه قوي جدا، وفي مزايا وفي عيوب. نقدر نقول انك لو هتجيب الجهاز علشان تستمتع بتجربة الشاشة الكبيرة مع شغل مثلا او تطبيقات او حاجة زي كده، فالجهاز هيديك تجربة عظيمة جدا، لان المعالج ده مع الاستخدام اليومي والتطبيقات بيديك فعلا تجربة قوية جدا. اما بقى لو انت جايب الجهاز للالعاب، هو فعلا موجه للجيمز، لكن زودت في اللعب عليه شوية او تقلت عليه شويتين، فهتلاقي الجهاز بيسخن معاك، لان المعالج جاي فيه تقنية الهايبر انجن ان هو يدي كل طاقته للالعاب. فلو انت جبت الجهاز وتقلت عليه على اساس ان هو جاي بقى للجيمز وكده، فهتلاقي ان هو بيسخن، خصوصا لو انت مشغل الالعاب على اعلى جوده ممكنه او على جرافيك ممكن. طب هل سخونه الجهاز دي مشكله؟ هي نقدر نقول عليها انها مش مشكله قوي، لكن مع التقل في الالعاب، مع انك تشغل الالعاب باعلى اعدادات وهو اصلا موجه ان هو يطلع كل طاقته في الاعدادات بتاعه الالعاب بانها تكون باعلى جوده، لكن هو المعالج جاي ب 12 نانو متر وده كتير جدا، فهيؤدي ان الجهاز يسخن معاك لو انت تقلت في اللعب. طبعا هو الجهاز اصلا المعالج اللي فيه او معالج الميديا تيك هيليو جي 95 بيزق الالعاب على اخرها، فلو انت تقلت عليه مش هيبسطك ان هو هيسخن، وسخونته دي مش هتكون سخونه لوحدها، لكن مع استمرار اللعب لو انت جيمر بقى تقيل فهتلاقي فيه دروب فريمز كل فتره، او هتلاقي فيه دروب فريمز ملحوظ في بعض الالعاب. فاكيد يفضل لو انت بتلعب زياده عن اللزوم، مش بتلعب لعب طبيعي يعني بتقعد ساعات كتيره بتلعب، فوقتها انت بتقلل الاعدادات شويه علشان ما يسخنش وعلشان ما يقطعش معاك. بس ما تفهمنيش غلط برضو، انا بتكلم بخصوص تقييم المعالج على مواقع التقنيه ومواقع التقييمات العالميه. نقدر نقول ان المعالج جاي في التقييمات دي بيتفوق على معالجات كتير زي سناب دراجون 732 جي مثلا، الا ان تفوقه ده جاي في المهام العاديه بس، على عكس مثلا استهلاكه للطاقه او تشغيل الالعاب الثقيله، فمعالج سناب دراجون 732 جي بيتفوق عليه. علشان نقول اللي لينا واللي علينا، فالمعالج ده موجود في جهاز ريلمي 7، وجهاز ريلمي 7 دلوقتي ب 4300 جنيه تقريبا، فانك تلاقي المعالج ده موجود في جهاز بالسعر اللي انفينكس بتقدمه بيه فهو صفقه قويه جدا. طبعا المعالج زي ما قلنا بيزق امكانيات الجهاز علشان يوفر لك افضل تجربه العاب، وبناء عليه بيشفط في البطاريه كتير، فبطاريه اقل من 4000 مش هتنفع معاه، فعلشان كده انفينكس جايبه لك البطاريه 5000 ملي امبير. واخيرا بالنسبه للسماعات، فالتجربه اللي بيوفرها ما نقدرش نقول عليها غير برافو انفينكس. واخيرا بقى، وعلشان ما انتهش، وبعد ما اتكلمنا في كل حته من الاجزاء اللي ممكن يكون عليها تركيز شويه بناء على الانطباعات الاوليه وتقييمات المواقع العالميه، فنقدر نقول ان الجهاز صفقه كويسه جدا مقابل سعره بالامكانيات اللي موجوده فيه. واكيد طبعا هيكون في عيوب، لكن دايما بص على الجهاز بالنسبه للامكانيات اللي بيقدمها والسعر اللي موجود فيه، وده نفس المبدا اللي ماشي عليه انفينكس وشاومي، خصوصا بعد الجهاز اللي شاومي بتحضره اللي هيكون قنبله الفئه المتوسطه، واللي اتكلمنا عنه في فيديو يوصلك اقتراحه فوق هنا او هنسيبه تحت في الديسكربشن بوكس. طبعا بعد الجهاز ما ينزل وبعد ما يكون فيه مراجعه اكثر تفحصا للجهاز، هيظهر لو في عيوب، هيظهر لو بيسخن زياده عن اللزوم، هيظهر لو الواجهه تقيله بشكل اكبر، هيظهر لو في اي عيوب من اي نوع، وفي نفس الوقت المميزات اللي موجوده دي هيظهر هل هي مكمله معانا ولا لا. لكن بشكل عام للامانه لازم نقول برافو انفينكس على الباكج الكامله اللي هي بتقدمها. وبكده نكون خلصنا الفيديو، نلقاكم على خير.